بالخبر الذي يتحدث عن لجنة للتحقيق في قضايا قطار الخرطوم. أنا حناقش هذا الخبر مع زميلنا الأستاذ أسامة عبد الماجد المستشار التحرير بصحيفة آخر لحظة. أسامة مرحب بك. مرحب أستاذ الطاهر. مرحب بأستاذ المشاهدين. أسامة، أبرز الاتهامات والانتقادات الوجهت لهذه الصفقة. بدءا بسم الله الرحمن الرحيم، الاتهامات الوجهت للصفقة أن الصفقة كانت بقيمة 42 مليون دولار، وبعدها تكشف لهيئة الست حديد أن عندما حاولت استيراد قطارات من ذات المصنع وضح الله أن المبلغ الذي تم به إكمال الصفقة الأولى هو أرقام فلكية مبالغ بها، ومن هنا وضح أن هناك إشكال ما بين إشكال حقيقي في شأن هذه الصفقة. الإشكال فني أم مالي؟ يعني إيش الكلام ده زي فيه؟ الملمح العام أنه الإشكال مالي من الدرجة الأولى، يعني هيئة الست حديد عندما حاولت استيراد قطارات من وزارة المصنع اكتشفت أنه كان بالإمكان أن الآن هو تحدثوا عن ست قطارات، هذا هيئة الست حديد بعض من المسؤولين هيئة الست حديد أشاروا أنه بالإمكان استيراد قطارات يعني بأغلى من نحو 50% من قيمة هذا المبلغ. لكن أسامة، يعني تشكيل اللجنة طبيعته فنية، واضح أنه كأنما الولاية بتتكلم عن مشاكل فنية في الأساس. من الواضح جدا أن ولاية الخرطوم تخفي بعض المعلومات، يعني هذا واضح من خلال تصريحات لوزير البنى التحتية السابق الباشمهندس أحمد داسم. أحمد داسم تحدث للزميل الصيحة أنه قال لا فساد في الصفقة، وثم عاد وناقض نفسه عندما تحدث عن تبديل الاستشاري الألماني الخاص بمتابعة مشروع القطار بهيئة سودانية. أحمد قاسم عزى سبب تبديل الاستشاري، قال إلى عجز الولاية عن سداد الالتزامات المالية للاستشاري. معلوم أن أي مشروع، أي شخص يحاول أن يقوم بأي مشروع بالتأكيد يعرف مدى الالتزامات التي يعني بها المستشار الاستشاري المتابع للمشروع المهندس المقيم. هذه مسائل تحسن في عند غيام كل صفقة وعند غيام كل مشروع، لكن الحديث وزير البنية التحتية السابق فيه تناقض واضح عندما تحدث عن عجز الولاية في سداد التزامات المالية للاستشاري. وش في كلام أسامة بأنه القطارات دي وصلت إلى بور السودان وأنه الوزارة رفضت تستلم هذه القطارات، مش في تصريح واضح في هذا الكلام؟ في تصريح واضح. ولاية الخرطوم، الحديث الخاص بولاية الخرطوم، يعني إن هي تحدثت صراحة، ويعني عندنا في صحيفة آخر لحظة على لسان وزير البنية التحتية الباشمهندس حبيب الله بابكر قال إن أغرب وجود ما اسمها تقاطعات في العقد، يعني هو اللي يعني حاول إنه تخفيف الأمر، قال هناك تقاطعات في العقد وقال انها تحتاج تصحيح، يعني هو كلامه برضه فيه بعض الكمود، يعني كانما يحاول ان لا يتحدث عن كل التفاصيل الخاصه بالصفقه. طيب تشكيل اللجنه في تقديرك يعني خطوه نحو ماذا؟ يعني اللجنه دي ما لجنه قانونيه حسب ما يعني الخبر الوارد عندنا الان، ما في كلام رسمي تكر دي يعني مصادر. طيب اكدت انه في تشكيل لجنه. طيب ابعاد هذه اللجنه انه ولايه الخرطوم بترى او شيء وضح لها ان قيمه قاضي بدءا ولايه الخرطوم دفعت المبلغ كاملا، وجدت ان القطارات ناقصه، الان هناك محطات التشغيل الخاصه بالقطارات لم يتم تاسيسها، المحطات الخاصه في كل المحطات القطار نفسه لم يتم تاسيسها، الورشه الخاصه بصيانه القطارات كذلك لم يتم تأسيسها. العملية هي عملية متكاملة، أنا مشروع عندما تحدث عن مشروع قطارات مثلا لولاية الخرطوم تكون هناك ورشة للتأهيل، ورشة للصيانة، ورشة للمتابعة، تكون هناك محطات جاهزة، يعني تكون هناك كل تفاصيل مشروع تكون مكتملة من كافة جوانبها. الآن واضح أن المسألة كلها انحصر في تم الاتيان ببعض القطارات وليس كل القطارات، وتم إيصالها للخرطوم، وذلك من باب أنه الآن أنه مشروع القطارات هو يعني رأى النور من خلال وصول القطارات الخرطوم. لكن واضح أسامة أنه القضية بطريقة أن تصبح قضية رأي عام بامتياز. بكل تأكيد أنا أستاذ الطاهر أخي الطاهر يعني ألفت انتباهك لمسألة مهمة جدا،
وزير البنية التحتية الحالي حبيب الله بعلكر يعني أعلن قال لن أستلم القرارات في ظل عدم وجود الاستشاري المسؤول عن المشروع. وهناك تصريح للوزير السابق أحمد قاسم، بالمناسبة أحمد قاسم رفض تماما الكشف عن القيمة الحقيقية للمشروع أو العيوب التي لازمت العقود، يعني هذه برضو أمر طبعا الجزم بأن هناك عيوب لازمت العقود، يعني واضح أنه الآن في تداخل بين أمرين، بين أمر فني يعني مرتبط بإجراءات وبين أمر مالي، واضح الغموض في الحل فيه وأنه ولاية الخرطوم تقول ما عندها للرأي العام. توافقني؟ أنا وافق تماما أستاذ طايف فيما ذهبت إليه الآن. شكرا زميلنا الأستاذ أسامة عبد الماجد مستشار التحرير بصحيفة آخر لحظة، شكرا جزيلا. الخبر التالي الذي نريد أيضا أن نضعه أمام السادة المشاهدين هو الخبر الذي يقول بأن وزراء العدل والداخلية يبحثان ملاحظات الشرطة حول مشروع قانون النيابة العامة. حيكون معنا الفريق طارق عثمان الطاهر للتعليق على هذا الخبر، أرجو أن يكون معنا الآن على الهواء. بحث وزير العدل مولانا عوض حسن النور ووزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن ملاحظات الشرطة حول قانون النيابة العامة لسنة 2015 بحضور وكيل وزارة العدل والمدعي العام. طبعا كأنما هناك قضايا خلافية بين وزارة العدل والداخلية، وهذا الاجتماع أرسى يعني توافق حول هذه القضية. نحن حقيقة دارنا نعرف من الفريق طارق عثمان الطاهر بعض تفاصيل هذا الخبر. طارق معنا؟ طيب لحد ما يصهر طارق، برضو في خبر آخر مهم هو ضبط شبكة تعمل في مجال تزوير المستندات. طبعا مع زيادة التقنية بقت استخدامها سهل، فده سهل فتح أبواب كثيرة جدا للتزوير، ومنها تزوير المستندات. يعني ولاية الخرطوم أعلنت عن ضبطها لعصابة تعمل في مجال تزوير المستندات الشخصية والشهادات الجامعية ومستندات لوزارات سيادية وجهات رسمية للدولة. واضح أنه هذه الأخبار تكررت بكثرة، أخبار الجهات التي تعمل أو الشبكات التي تعمل في مجال تزوير المستندات. معنا الفريق طارق عثمان الطاهر، مرحبا بك سعادة الفريق. حبابك يا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخبر اللي قدامنا ودار نسمع منك فيه إفادة هو الاجتماع الذي تم بين السيد وزير العدل ووزير الداخلية حول مشروع قانون النيابة العامة. دارين نشوف مواضع الخلاف أو تعدد وجهات النظر بين الداخلية والعدل في هذا الموضوع. نعم، والحمد لله يمكن المشروع ده أخذ وقته وأخذ حظه من النقاش المستفيض، وكل المهن القانونية يعني شاركت في نقاش المسودة الأولى، واستمر النقاش لمدة غاربت العام إلى أهمية هذا الموضوع. طبعا ده تحول كبير جدا في نظام العدالة في السودان، وموضوع هام جدا. وين تكون أهميته يعني؟ كبير، فعشان كده اخذ وقت طويل. لكن انا يعني الشيء اللي عارفه مؤكده، وانا كنت جزء من العمل ده خلال لجان مشتركه، ما في خلافات يعني، بس كان الناس حريصه تجود الفكره وتمتن النصوص على اساس انه دي تجربه جديده الناس يطمئنوا انه. كان في ملاحظات سعادتك، في ملاحظات من الشرطه حول القانون؟ والله لا، خلينا ناخذ موضوع المتحري مثلا، ان يكون المتحري من النيابة. لا هي هو تحري طبعا كسلطه بنظم قانون الاجراءات الجنائيه وليس قانون النائب العام. هو ده قانون بينشئ المهنه النيابه العامه، بيوضح يعني اختصاصها وكجهاز من اجهزه الدوله وحسب الدستور، لانه برضه في مقترح لتعديل الدستور بيوضح وظائفه وطرق تعيينه وتدريبه. طيب شنو الملاحظات اللي كانت موجوده؟ لانه الخبر بيقول انه وزير العدل قال انه اللقاء المشترك بين الجانبين توصل الى تفاهمات مشتركه ورؤى موحده حول العديد من الملاحظات. صحيح طبعا، هو الشرطة والنيابة طبعا هم اللي بينفذوا القوانين الجنائية وقانون الإجراءات، وهم الجهازين يعني المسؤولين من مرحلة ما قبل
المحاكمة، يعني مرحلة الاتهام. طبعا نظام النيابة في السودان هو عرف من سنين طويلة، لكن يمكن ظهر بصورة واضحة في قانون 83 السمية بقوانين سبتمبر، ثم تطور وأخذ وضعه الحالي في قوانين 91. هي فكرة كويسة طبعا، كان أنه القضائية تطلع من مرحلة ما قبل المحاكمة، يكون مرحلة الاتهام والإشراف على التحري وتوجيه التهمة وتمثيل الادعاء لجهاز محايد. القاضي يكون محايد وما متأثر مع أي طرف وما مطلع على الدعوة ما قبل المحكمة. هو نظام ممتاز. الفكرة الجديدة الآن إنه النيابة الآن تتبع لوزير العدل، وده جهاز تنفيذي. الفكرة إنه النيابة العامة تصبح سلطة مستغلة ما تابعة لل، يعني وزير العدل براو والنائب العام براو. وزير العدل هو مستشار الحكومة أو محامي الحكومة، وتبع المستشارين القانونيين للجهاز التنفيذي ومزول من التشريع وخلافه. أما النيابة العام، النائب العام البنوب عن المجتمع في التهمة وفي توجيه التهمة. تفضل هذا شنو على الداخلية والشرطة؟ الفصل ده الآن أعلن عنه، أعلن عنه سيد وزير العدل أنه في اتجاه لهذا الفصل، وأعلن عنه السيد النائب الأول. ظلاله شنو على الشرطة يعني؟ لا ابدا، انا افتكر انها بتساعد الشرطه. الشرطه طبعا بموجب الدستور هي جهاز ذات يعني اختصاصات متداخله مع عده اجهزه، يعني هي جهاز امني بتدخل ساعتك مع ساعتك الأمنية. ساعتك معلش اسمح لي بالمقاطعه، شنو الملاحظات اذا يعني؟ يعني انا فهمت عنه هو كان اخر حاجه وجهه نظر الشرطه ما يتم الإشارة لقوات الشرطة في قانون النائب العام. يعني حتى لو في عمل مشترك ما زي القضائية، في شرطة المحاكم أو الشرطة القضائية مزولة من ضبط الجلسات وتأمين الجلسات وكذا. برضو في شرطة الآن موجودة في النيابة مزولة من سجلات النيابة ودورة البلاغ وحركة محاضر التحريات ما بين الأقسام ووكيل النيابة، ولحد توجيه التهمة وتسديد الاتهام في الدفاتر الجنائية في أقسام الشرطة. يعني ففي شرطة مزولة مختصة بسجلات في النيابة. وجهة نظر الشرطة إنه ما يتم الإشارة للشرطة يخلوا يعني إنشاء وحدات شرطة أو مهام اختصاص الشرطة يخلوها على قانون الشرطة، ما تصار في قانون مهني بتاع مهنة تانية. تعني ملاحظة تانية؟ دي كل الملاحظة، ما كانت حاجة جوهرية والناس يتجاوزوها يعني. لا دي الملاحظة الوحيدة، ما في غيرها يعني؟ لا ما في غير الآن يعني الاجتماع اللي كان بين وزير الداخلية ووزير العدل كان هي بس فقط هذه النقطة، وتم التجاوز وتم الخلاف على فئة ومستوى برضو. لا التحري أصلا سلطة مشتركة، النيابة العامة بتمارس سلطة التحري، الشرطة بتمارس سلطة التحري، لكن النيابة هي تشرف على التحري. ودي مسألة صحيحة طبعا، لا يجب أنه يكون في جهة تشرف على سلطة التحري. ما في خلاف برضه في النقطة دي أو لا ما في خلاف، ما هي سلطة مشتركة بين الاثنين. هو كان ممكن يكون الخلاف إذا الناس فهمت إنه التحري سلطة حصرية على النيابة، هي بتعمل تعقيدات في العمل، لكن هي سلطة مشتركة الآن بين النيابة والشرطة. ما أظن النيابة دايرها براء يعني، ما دايرها تبقى سلطة مشتركة. لا هي سلطة مشتركة، وبعدها عندها حق الإشراف، هي بتمارس التحري وتشرف على التحري. ودخلت مرحلة جديدة تحقيق الجنائي، دي سلطة حصرية هي غير التحري. التحقيق القضائي طبعا سلطة بيستمع فيها الدعوة على اليمين يعني. طيب احنا يعني التفاصيل يعني حبينا نتعرف على منك، شاكر لك سعادة الفريق طارق عثمان الطاهر، شكرا جزيلا. بعد الفاصل إن شاء الله سنلتقي بسعادة السيد مبارك الفاضل للحوار حول قضية التسوية السياسية، واقع المعارضة السودانية، آفاق الحل. خليكم معنا.